السلام عليكم. سنشاهد في هذا الفيديو موت جميع أبطال مسلسل وادي الذئاب، لكن وقبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو، وطبعا إذا نسينا أحدا من الشخصيات فضعوه في التعليقات. وهيا نبدأ. هل تدري في إن نبؤوك بمصرعي هذا انتقامي فاصبري واسترجعي لولاك لست شهدت دون حبيبتي إن رحت راحت أو بقيت فهي معي يا حور من قبل الجنان سوى أنا يا حور من بعد المنايا تتبعي قمر الشهيد عمري الوحيد حضن الردى بعد الصمود ومضى إلى دار الخلود وزعته والدمع بي والبعد بات معذبي يا أرض ما شئت اطلبي لبيك لبيك غفت العيون فلا حراك والوجه يا وجه الملاك والروح تحضنها دماك عرس المنون والعيش كم يحلو هناك والله يا قدر اصطفاك قد حان نومك في ثراك وطن حنون أحلى حياة ودماك تنطق بالعظات والنعش خيل الخالدين إني وهبتك للإله قد بعت شيئا فاشتراه ورضيت يا من بهواه في الله صبري والحنين قلت لي روحي فداك لوجدتني أرعى خطاك يا حب لا تنسى هواك بعد المنون وحلفت أني لا أخون درب المبادئ واليقين فخطاك أنبل ما يكون و
والخلد سر إذا رأى. روح يا حبيبي للإله، روح بالردى يجني الجباه، روح بالسلاح ولا سواه، والله يقبل من أتى. يا ناعس العينين كم نصر إنما من ريدم، والله لن يجد الندم لو صاحت الأوطان. حينما مضيت عني قد قلت لي يوما تمني، فأملت ألا تخلو مني، أقتلت أم ما زلت حيا. سفو حبيب القلب إني لله كل رغم حزني، ألقاه في جنات عدني في موطن الفردوس نحيا.